السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الأعزاء، اليوم غادي نديرو صفحة 38 من كتاب الجيد في الرياضيات الخاص بالمستوى الرابع ابتدائي. إذا درس اليوم بعنوان المضاعفات والقواسم، إذا لي ملتيبل إي لي ديفيزور، لي نومبر بير إي لي نومبر أمبير، يعني الأعداد الفردية والأعداد الزوجية. إذا لنكتشف معا السؤال الأول، ألاحظوا وأكمل جدول الضرب التالي. إذا عندنا هذا الجدول ديال الضرب، مطلوب منا أننا نكمله. إذا عندنا 2 في 0 0، 2 في 1 2، 2 في 2 4، 2 في 3 6، 2 في 4 8، 2 في 5 10، 2 في 6 12، 2 في 7 14، 2 في 8 16، 2 في 9 18، 3 في 0 0، 3 في 1 3، 3 في 2 6، 3 في 3 9، 3 في 4 12، 3 في 5 15، 3 في 6 18، 3 في 7 21، 3 في 8 24، 3 في 9 27، 5 في 0 0، 5 في 1 5، 5 في 2 10، 5 في 3 15، 5 في 4 20، 5 في 5 25، 5 في 6 30، 5 في 7 35، 5 في 8 40، 5 في 9 45. ثم 9 في 0 0، 9 في 1 9، 9 في 2 18، 9 في 3 27، 9 في 4 36، 9 في 5 45، 9 في 6 54، 9 في 7 63، 9 في 8 72، ثم 9 في 9 81. أعداد السطر الأزرق، يعني هذه الأعداد ديال السطر الأزرق هي في الجدول، في الجدول هي مضاعفات العدد 2. إذا هادو هما مضاعفات العدد 2 الأصغر من 20، وهي إذا مضاعفات العدد 2 الأصغر من 20 هي 0 2 4، إذا 0 2 4 6 8 10 12 14 16 ثم 18. إذا هادو هما مضاعفات العدد 2 الأصغر من 20. أكتب مضاعفات العدد 3 الأصغر من 30. إذا هنا بغينا مضاعفات العدد 3 الأصغر من 30. إذا كاين عندنا 0 3 6 9 12 15 18 21 24 ثم 27. إذا هادو هما مضاعفات العدد 3 الأصغر من 30. إذا هما هادو. أكتب مضاعفات العدد 5 الأصغر من 50. إذا حتى هنا مضاعفات العدد 5 الأصغر من 50 هما هادو. إذا عندنا 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45. إذا ما نوصلوش لخمسون. أكتب مضاعفة العدد 9 الأصغر من 90. دابا غنكتبو مضاعفة العدد 9 الأصغر من 90. عندنا 0 9 18 27 36 45 54 63 72 81. إذا هادو هما مضاعفات العدد 9 الأصغر من 90. الآن أكتب المضاعفات المشتركة للعددين 3 و5. إذا عندي 3 و5، ها هما 3 و5، شنا هما المضاعفات المشتركة ما بيناتهم؟ إذا كنشوف في 3 كاين 0 وفي 5 كاين 0، إذا غنديرو 0. عندي هنا 3 5 6 10 9 15 12 20 5، كاين عندي هنا 15 15، إذا غندير 15 تا هو مضاعف مشترك. 18 ما كايناش، 21 ما كايناش، 24 ما كايناش، 27 ما كايناش. إذا فقط عندي 0 و 15. اكتب المضاعف المشترك الأصغر للعددين 3 و 5 الذي لا يساوي صفر. إذا عندنا جوج المضاعفات المشتركة ما بين 3 و 5 هما 0 و 5، وبغينا أصغر مضاعف مشترك اللي ما كيساويش صفر، إذا هو 15.
العدد 18 مضاعف للعدد 2، لان 2 في 9 كتساوي 18. اذا مضاعف ديال العدد هو هذاك العدد ملي كنضرب واحد العدد في عدد اخر وكيعطيني هذاك الجداء كيتسمى هذاك هو المضاعف. اذا ملي كنضرب 9 في 2 هاد 18 راه هي المضاعف ديال 2 وديال 9. فنقول 2 قاسم للعدد 18. اذا ما دام 18 مضاعف ديال 2 ومضاعف ديال 9، اذا راه 2 قاسم ل 18 وايضا حتى 9 قاسم ل 18. اذا 2 قاسم للعدد 18 اي ان العدد 18 يقبل القسمه على 2. ولاحظ واكمل. اذا 18 اش كتساوي؟ كتساوي 1 في 18. ثم 18 شنو ثاني كتساوي؟ كتساوي 2 في 9 ثم 3 في 6. اذا هادو 18 مضاعف ديال 1 وديال 9 ديال 2 وديال 6 ديال 3. اذا هادو مضاعف ديال و 18 عندها كقواسم عندها 3 و 6 و 2 و 9 و 1 و 18. اكتب قواسم العدد 18 جميعها. اذا غادي نكتب جميع قواسم العدد 18. كاين عندنا 1، كاين 2، 3، 6، 9 واخيرا 18. اذا هما هادو 1 2 3 6 9 18. اكتب قواسم العدد 12 جميعها. اذا حنا دابا غادي نشوفوا العدد 12، القواسم ديال العدد 12. حنا خصنا نعرفوا ان واحد قاسم لكاع الاعداد. اذا عندنا واحد قاسم ديال 12 لان كنضربوا واحد في 12 كتعطينا 12. 2 قاسم ل 12 لاننا كنضربوا 2 في 3 كتعطينا 2 في 6 كتعطينا 12. 3 قاسم للعدد 12 لاننا كنضربوا 3 في 4 كتعطينا 12. 4 قاسم للعدد 12 لان كنضربوا 4 في 3 كتعطينا 12. 5 لا. 6 قاسم للعدد 12 لاننا كنضربوا 6 في 2 كتعطينا 12. 7 لا. 8 لا. 9 لا. 10 لا. 11 لا. 12 نعم لاننا كنضربوا 12 في 1 كتعطينا 12. ثم عندنا اكتب القواسم المشتركه للعددين 12 و 18. دابا غادي نشوفوا القواسم المشتركه ما بيناتهم، يعني كنلقاوها هنا وكنلقاوها هنا، كنلقاوها في 12 وكنلقاوها في 18. عندنا واحد، واحد كنلقاو فيهم بجوج. ثم كاين 2، كاين هنا وكاين هنا. ثم 3 كنلقاوها فيهم بجوج، كاين 3 هنا و 3 هنا. 6 كاينه هنا وكاينه هنا. اذا 6 9 ما كايناش، 4 ما كايناش، 18 ما كايناش. اذا صافي هذو هما القواسم المشتركه ما بين 12 و 18. اكتب القاسم المشترك الاكبر لعددين 18 و 12. اذا عندي هذو هما القواسم المشتركه ما بين 12 و 18. اكبر قاسم مشترك ما بيناتهم هو العدد 6. اذا 6 هو اكبر قاسم مشترك ما بيناتهم. غنمروا للتمرين 12 2. ولاحظ واكملوا رسم السهام بالاحمر وبالاسود. اذا هنا غادي ناخذوا قلم احمر وغادي نحاولوا نرسموا السهم. اذا السهم غنمشيو من 2 ل 4. اذا ها السهم الاول من 4 ل 6. السهم الثاني من 6 ل 8. السهم الثالث ومن 8 ل 10. ثم غادي نديروا الاسهم اللي بالاسود من 3 خمسة، من خمسة سبعة، من سبعة لتسعة. إذا الأعداد المكتوبة باللون الأحمر هي مضاعفة العدد. إذا صفر، اثنان، أربعة، ستة، ثمانية، عشرة هي مضاعفة للعدد اثنان. إذا هي مضاعفة للعدد اثنان. إذا وتسمى أعداد زوجية. إذا أي مضاعف ديال العدد اثنان كيتسمى عدد زوجي. الأعداد المكتوبة بالأسود، إذا واحد، ثلاثة، خمسة، سبعة، تسعود بالأسود، ليست بمضاعفات للعدد 2. إذا هي ليست مضاعفات للعدد 2 وبالتالي تسمى أعدادا فردية. إذا هذا هو الفرق ما بين الأعداد الزوجية والأعداد الفردية. الأعداد الزوجية كتكون مضاعفة للعدد 2، والأعداد اللي ماشي مضاعفة للعدد 2 كتكون أعداد فردية، بحال 3، بحال 5، بحال 7، بحال 9، بحال 11، بحال 15، بحال 19. هادو كلهم أعداد فردية. علاش؟ لأنهم كيقبلوش القسمة على 2 وبالتالي ليست بمضاعفة للعدد 2. أما الأعداد بحال 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14 هادو مضاعفات للعدد 2 كتسمى أعدادا زوجية. إذا بهذا كنكون أتينا على نهاية الحصة ديال اليوم. موعدنا يتجدد في الحصة المقبلة بحول الله.